واهلا وسهلا بكم في الجوله الاولى. الجوله الاولى اذا نبداها مع الاعرج اركان. تفضل. اهلا اخ اركان وسعاد اللهيبي. اهلا وسهلا بكما. مرحبا اخ سعاد. شلونك؟ الله يسلمك. على السريع تعريف بسيط عنك سعد حتى يعرفون الاعرجي. سعد قمر فرحان، خريج معهد فني. المهنه وهواياتك شنو؟ الرياضه. الرياضه اذا خلصنا. اهلا وسهلا. واخ اركان. اركان محمد الشريف، موظف حكومي. وهواياتي السفر والسياحه خارج العراق وداخل العراق. السفر والسياحه. نعم. يا اهلا وسهلا. اليوم عائله الهيبي جايين للمره الثالثه حقيقه. والله احنا تونسنا وياهم وفرفشنا وهم جايين فعلا بروح رياضيه، انه يربحون ما يربحون ما مشكله، المهم حضروا بالاستوديو وبدا يحضرون ويا عوائل، بس هم عندهم نيه ايضا اليوم جايين يفوزون. والله انتم اليوم شو تقولون؟ والله احنا اهم شيء المشاركه اول فقره، هذا الريث. ثاني فقره جزء الله ما قاسم المعاش ملايين، جزء من حصنتنا اليوم. يا الله ان شاء الله. خلي نشوف. ان شاء الله عافيه. ان شاء الله. وسعد انت دائما سبب خساره، يعني سبب خساره العائله مو. خلي نشوف اليوم انت تعيدها لو لا. يا الله. اذا السؤال الاول يقول ايد ورا الظهر، ايد على الطاولة. السؤال احنا طلبنا من 100 رجل متزوج، شوف ايش طلبنا وايش جاوبونا وايش قالونا. يا سلام. طلبنا من 100 رجل متزوج وعلى درجة من 10 انه ان يقيم مهارة زوجته في قيادة السيارة. عافيه. اليوم تناويها اليوم ان شاء الله. يا الله ان شاء الله. اركان شو تقول؟ شلون تقيم مهاره زوجتك قياده السياره؟ من 10 اريد. من 10 ايش قد تعطيها زوجتي يعني؟ ايه اعطيها 7 من 10. 7 من 10. نعم والله والنعم. نعم. 7 من 10. صح. 7 من 10. هذا رابع احتمال. خلينا نشوف الاستاذ سعد شو يقول. طيب 5 من 10. 5 من 10. 5 من 10. يعني ما قوية كثير. ها 5 من 10 وخمسة من عشرة أيضا صح. إذا هو اللي أخذ الآن الجواب. تفضل أخ أركان. يلا أخ سعد وخلينا نشوف عدنان. يلا هذه الاحتمالات سريعة شو تقول؟ صفر. ما صفر. صفر. الخطأ الأول شهد. 8 من 10. 8 من 10. خطأين. الآن تشاوروا وتهيئوا لربما يجيكم السؤال. والأخرى شو يقول؟ 4 من 10. صح. برافو 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 يا رعد. والله أنت شاطر يا أخي. وسعد. طيب 6 من 10. 6 من 10. الخطأ الثالث. وآسفين.